هذا سائل يقول: ما حكم فسخ عقد الخادم قبل انتهاء مدة العقد وذلك لعدم رضا صاحب البيت عنه؟ إذا كان بين صاحب العقد وبين الخادم، نعم، أو صاحب المنفعة والخادم عقد ووقع من الاثنين لكن الخادم لم يلتزم به، لم، أما عدم الرضا لا بد أن يسبب. إذا كان عدم الرضا لعدم انتظام العامل بما في العقد فله أن يفسخ العقد وأن إيش ينهي هذا وله أن يبقى. أما إذا كان عدم الرضا: والله أنا ما يعجبني شكله، ما يعجبني مثلا كذا، ما هي بالأشكال ولا هي بالعمل، بينك وبينه إيش عمل، هل هو قائم به أو لا؟ هذا السؤال، واضح؟ فإذا كان يقوم بالعمل المتفق عليه لا يجوز فسخ العقد، لأن الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ويقول جل وعلا: وبعهد الله أوفوا. نعم.